نواب سوسة معتصمين أمام المندوبية من 28 ماي. زملائنا الفوق بيحبوا يقابلوا المندوب من الصباح، هانهم محجوزين الفوق مسكرين عليهم البيبان ما هبطوش، واحنا عندنا لبرا ما حبش يقابلهم، واحنا لبرا احنا نستناو فيهم. احنا مطالبنا عادية جدا، مطلبنا شيء بحقوقنا، حقوقنا سواء مستحقاتنا اللي ما خلصش جملة من أول عام، والا اللي متخلط بذمتهم، فما شكون خذيه اشهر وما كملولوش. وما حكيتليش عن وزاد احنا كنا نخدموا باريحيه نفسيه نوعا ما، انه احنا في يوم من الايام سيتم انتدابنا وعندنا وصل ادماج، لكن ما رانا انه ظهر قرار جديد انه نعديو بعد عام الانتداب. انا واحده من الناس مازال عام اخر يتم انتدابي باش نكملوا 5 سنين اخرين خدمه بدون ترسيم، ثم نجتازوا اختبار مهني، وعلى اثره يا اما تنجح ويتم ترسيمك يا اما نقولوا لك على برا. احنا نواب سوسه معناها عددنا يعمل يفوق ال 600، معناها نتناوبوا لهنا كي نجيو للاعتصام، ناس تجي في الليل ناس تجي في النهار باش ما نتعبوش نرتحوا على بعضنا، فهمتي؟ اغلبيتنا ما خلصناش، جزء اللي خلصوا القيم يزالوا، وحتى اللي خلصوا ما خلصوش في الاشهر الكل، يعني خلصوا حكايه شهرين ثلاثه اربع شهور الى حدود جام في كيكه، فهمت؟ والحقيقة والله تو كيما تشوف انت ثلاثة أربع شهور إنسان عنده قداش ما خلصش، معناها باش يمشيو كل كريديات واحد، وأغلبيتهم بصغارهم بعائلاتهم، فما اللي بالكاين فما فهمت. بالنسبة احنا مازلنا مواصلين ومش نعيدوا لهنا، ما حناش باش نروحوا حتى على خاطر مش نعيدوا، احنا صغارنا ما عندناش باش تعيد، احنا صغارنا ما شلنا لهمش، ما احنا قاعدين لهنا حتى يتحل الوضع ذا، احنا مش مستعدين باش كل عام نعيشوا.